أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضتنا القرآنية، فحياكم الله مع هذا اليوم الكريم وهذه الليلة الكريمة. معنا الأستاذة خديجة، الحاجة خديجة من القاهرة. تفضلي يا حاجة خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. الله يبارك لك يا حاجة. حضرتك استعدتي للمسابقة واستعدتي لتلاوة الآيات إن شاء الله؟ ربنا يكرم إن شاء الله. ربنا يكرمنا جميعا. تفضلي يا حاجة اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. التفخيم والترقيق يا حاجة خلي بالك منه. حاجة خديجة اسمع الشيخ. خلي بالك من التفخيم والترقيق شوية. خلق الإنسان. ماشي. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا حاجة. السؤال يا شيخنا الحاجة خديجة، كنا قلنا في وجوه كده بين السورتين، العدد بس العدد كام؟ نعم، كم وجه بين السورتين؟ كم وجه بين السورتين؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاث أوجه. ما شاء الله عليك، أحسنت. ممتاز يا حاجة. معنا أم كريم من الجيزة. اتفضلي يا أم كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم كريم، أهلا بيكم. الحمد لله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم مش الرحيم، خلي بالك. الرحيم. أيوة كده. الرحمن علم القرآن. القرآن. علم القرآن. لا القرآن، لا القرآن. خلي بالك من الراء. القرآن. خلي بالك ليها ازاي، بصي ليها القرآن. لا القر. خلي بالك. القرآن. أيوة. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. قلق الجيم والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا. تطغوا. تاء وبعدها طاء. ألا تطغوا في الميزان. لا تط. لا تط. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بارك الله فيك. السؤال يا شيخنا لأم كريم، يا ترى كلمة الشمس لو عايز طلع منها حكم من أحكام الميم الساكنة يطلع إيه؟ أنا عندي أحكام الميم الساكنة ثلاثة، عندي يا إما إظهار يا إما إدغام. أيوة. يا إما إخفاء. نحدد. لا الشمس إظهار. إظهار إيه بقى؟ إظهار إيه؟ ميم ساكنة. إظهار حلقي؟ لا شفوي. نعم؟ إظهار شفوي. إظهار شفوي. الله يفتح عليك. شكرا ليك يا أم كريم. معنا الحاجة فاطمة من القاهرة. تفضلي يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الملك. الله يحييك ويبارك فيك. وكل عام وحضراتكم. وحضرتكم بخير إن شاء الله. تفضلي يا حاجة. إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. القلقلة يا حجة. ألا تطغوا. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نفخم الراء. ولا تخسروا الميزان. الميزان.
بارك الله فيك يا حاجة فاطمة، احسنت ما شاء الله. السؤال لها ايه يا شيخنا؟ السؤال ممكن تقولي كده وجه من وجوه بين السورتين، اوجه البسمله بين السورتين اللي احنا خدناهم النهارده. ممكن وصل الجميع او قطع الجميع او قطع الاول ووصل الثاني بالثاني. ما شاء الله عليك، احسنت يا حاجة ما شاء الله. انا الحاج امال من القاهره، اتفضلي يا حاج امال. السلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتكم طيبين. وحضرتكم بخير ومصر كلها طيبه ان شاء الله والامه باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. دايما الهمزة ترقق، ما أقولش وا، أقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الوجه اللي هو دوت صح بين السورتين، ينفع أوصل آخر السورة بالبسملة وأقف عليها؟ لا، هو ده الوجه الممنوع. ما شاء الله عليك، احسنت. هذا حاجه امان، يعتقد السامع ان البسمله من داخل السوره الذي مر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حاجه امان. انا الاخت ام اسماء، اتفضلي يا اخت ام اسماء. اختنا ام اسماء اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام اسماء اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الإنسان. تاني كم مرة؟ خلق، مش خلق، لا، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. بحسبان. مش بحز، لا، بحس، دي ساء، دي سين، مش زاي. بحسبان. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء الهمزة مفتوحة. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. بارك الله فيك. كلمة الشمس، اللام دي فيها لام شمسية ولا لام قمرية؟ الشمس. الشمس لام اللي هي ما بتظهرش، لام اللي هي ايه اسمها ايه؟ لام شمسية. بارك الله فيك، احسنت. بارك الله فيك يا ام اسماء. معانا الحاجة احسان من القاهرة، اتفضلي يا حاجة احسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا حاجة، اتفضلي. كل عام وانتم بخير، ربنا يبارك في حضرتك ويباركنا في الشيخ خالد يا رب، وفي العلم الغزير. امين يا رب. امين. ابدا ان شاء الله. اتفضلي يا حاجة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. التاء والطاء يا حاج إحسان. نعم. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بارك الله فيك يا حاجة، أحسنتي ما شاء الله. أسمع منك بقى عمليا، عند مليك مقتدر، وتقفي على البسملة وتبدأ الرحمن. حاضر. في أبدأ في مقعد الصدق. عند مليك مقتدر وتوصلي بالبسملة وتقفي عليها وتبدأ الرحمن. حاضر. بس ركزي كويس في السؤال. حاضر. مش هقول البسملة بقى. ليه؟
ولا اقول البسمله؟ اه حاضر حاضر، عشان الميم الاقلام مع مع الباء في البسمله. طيب ينفع؟ لا لا لازم اقولها طبعا. طيب. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. ما شاء الله عليك يا حاج، احسنتي بارك الله فيك. ما وقعتيش في الفخ يا حاج. الحمد لله رب العالمين. ولا يجوز الوقف على البسمله بين السورتين. احسنتي يا حاج ما شاء الله عليك. الحاجه ولاء من القريبات، اتفضلي يا حاجه ولاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اخت ولاء، اتفضلي. معلش قبل ما اقرا عندي سؤال للشيخ. اتفضلي قولي سؤالك. انا لو وقفت على كلمه ايه منونه اقف عليها ازاي؟ ايه منونه زي ما انت قلتي كده، ايه. ايه اول حاجه رقم واحد، ايه ولا ايه؟ واحد رقم واحد يحذف التنوين. اه خلاص. رقم اتنين تبدل تاء المربوطه هاء عند الوقف تبقى يعني ايه. ايه ايه. أوه. امتى يجي التنوين بالفتح؟ لما اوصل. اه ماشي. ايه يا يبقى التنوين بالفتح، خدي قاعده كده بقى، يوقف أوه. عليه بالابدال ويبدل الفا عند الوقف عدا اذا كان اخر الكلمه تاء مربوطه. أوه. ماشي الكلام كده. أيوة تاء مربوطه. بيحدث عندي حاجتين، واحد حذف، اتنين ابدال، لان الوقف في القران اما بالسكون واما بالحذف واما بالابدال، وفي اشياء اخرى تاتي هقول لك عليها. يبقى دلوقتي انا معايا كلمه ايه رحمه نعمه من اي موطن؟ ايه عند الوقف. أوه. يبقى وقفنا بحذف التنوين ده رقم واحد، اتنين بابدال التاء عند الوقف ايه؟ هاء، اسمها التاء المربوطه. أي. تبدل عند الوقف هاء كرحمه نعمه. واضح الكلام؟ اتفضلي يا اختي ولا بس عشان الوقت، اتفضلي اقري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. بحس بسين مش زين. أيوة. والنجم والشجر يسجدان، برضو يسجدان. أيوة. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بارك الله فيك. السؤال بقى كده بسرعة، التاء المربوطه المنونه يوقف عليها بالقران ازاي؟ بكم يوقف وجه؟ يوقف عليها تحذف التاء وتقلب هاء. لا، يحذف التنوين وتقلب التاء المربوطه هاء بحاجتين اتنين. ايوه كده، الله يفتح عليك. ماشي يا صاحبي. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود اليكم. نقول للاخوه المشاهدين اللي معنا على الخط انتظرونا قليل وسنعود اليكم ان شاء الله لنتواصل معكم.